هناك من ينفخ في النار في محاولة لوصول إلى حالة الاصطدام وهو لا سامح الله أن حصل الكل سيغرق فيه. وبالتالي أنا أعتقد اليوم جلسة الحوار أو جلسات الحوار التي دعا إليها قادة البلاد يعني من رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان وبعض الزعماء السياسيين هي يجب أن تطبق وتنفذ بخارطة الطريق تنهي هذه الجدلية وهذه الأمور التي تحصل الآن وبالتالي الوصول إلى حلول منطقية. أنا أعتقد المسكنات التي كانت تؤخذ العملية السياسية بعد 2003 وطيلة الأزمات السابقة يجب أن تنتهي، يجب أن تضع حلول حقيقية، وهذه الحلول تكمن في تعديل الدستور بما يتناسب مع الوضع العمل السياسي في العراق، تكمن في إبعاد إقحام القضاء العراقي كطرف سياسي في الأزمة السياسية والمعادلة السياسية، وأن يستقل فعلا لا قولا وحبرا على ورق في الدستور، لأن حقيقة القضاء العراقي غير مستقل لحد هذه اللحظة بالتأثيرات السياسية. وبالتالي يجب أن نضع الحلول الجذرية، لا أن نعطي المسكنات التي لا 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 علاج من ورائها إلا فترة معينة وتعاد نفس الأزمة ونفس المشكلة التي يعاني منها البلد عموماً.